أصدرت الحكم بالإعدام شنقة حتى الموت بحق المجرم التي ارتكبت هذه الجريمة البشعة. صراحة كان القضاء دور فعال يعني إرجاع بعض الشيء من الأمل عندي وعند عائلة الشهيدة المغدورة وعند الناس عموما وعند المنطقة. كانت التحقيقات الجنائية دقيقة جدا، وكان هناك تطورات بالاعترافات اللي اليوم اللي قد تكون فاتت أو عبرت بالتحقيقات البدائية، لكن اليوم بالمهنية والخبرة في قضاء بابل قدروا يستجوبون المجرمة، وكذلك أخذ أقوالي وأقوال والدتها وأقوال نقابة المحامين. كان القضاء اليوم اللي اقتنع قناعة تاما بأن هذه المجرمة تستحق الإعدام بشاعة الجريمة التي ارتكبتها بحق بنت رتاج. طيب سيد قيس، تحدثت عن تفاصيل أخرى واعترافات أخرى، أيضا هناك حديث يعني عن متورطين آخرين، هل تعتقدون بأن هناك يعني أشخاص آخرين مشاركين بهذه الجريمة؟ والله أستاذ، من خلال يعني التحقيقات الجنائية اللي قام بها رئيس المحكمة اليوم أثناء الاستجواب، يعني كان بالتحقيق البدائي أكو بعض الأمور قد يعني كانت مبهمة أو اعترافات ما كان يعني مترابطة ويا الدليل ويا تقرير الطب العدلي ويا الاعتراف الأولي والثاني. هم أكثر من خمسة أشخاص اليوم يعني قدر سيد قاضي التحقيق أن يعني يستجد بعض الأمور بأنه العائلة بعضهم كان عنده علم بالموضوع وأكو بعض التستر بالموضوع أو كذا. هذا انترك للجلسات القادمة إن شاء الله مع المعتقلين اللي هم من عائلة المجرمين. عدد هؤلاء المعتقلين تحدث بأن هناك خمسة أشخاص يعني. نعم، هم المعتقلين منذ بداية القضية هي المجرمة وزوجها وأخو زوجها وأولادها اثنين. جريمة كبرى بهذا الحجم يعني طفلة بعمر الورد هكذا، الله يصبركم طبعا. ما هي الأسباب أو الدوافع التي أدت لهذه العائلة والمرأة تحديدا التي تم حكم الإعدام بحقها بارتكاب هذه الجريمة بحق ابنتكم المغدورة؟ والله لحد اليوم يعني قلت لك أربع قضاة محققين إياها بالبداية، هو أكثر من تحقيق حقق وياها بأنه هي يعني مرأة مجرمة. يعني يابا شنو الدوافع؟ يعني ليش هيك؟ يعني اليوم حتى من يعني السيد قاضي رئيس المحكمة من قرأ التقرير الطبي العدلي اللي طبعا أنا كنت أعلم به والمحامي يعلم به، فإحنا ما ظهرنا الإعلام أنا ذاك حفاظا على سرية القضية. يعني جريمة بشعة وشنو الدوافع؟ شنو هاي؟ يعني أسباب ما مقنعة يعني، بس هي يوحينا بأنه هي مجرمة أو استلذت بالطفلة ونوع عندها من التخوف، رادت تخفي الجثة، رادت كذا رادت كذا رادت كذا. الدعاءات عندها ما اقتنع بها السيد قاضي المحكمة. طيب نعم سيد قيس غافل البديري والد الطفلة المغدورة ريتاج، شكرا جزيلا، ومرة أخرى نجدد العزاء لكم ولمصابكم.